السيد الوزير اليوم تكلمتوا على قضيه ديال التنزيل واكدتوا عليها اكثر من مره انكم اليوم ما محتاجينش لا تشخيص ما محتاجينش لا مشاورات اللي محتاجين ليه هو التنزيل. انا بغيت ندير معكم واحد العمليه حسابيه بسيطه السيد الوزير. انتما في المشروع ديال الاوراق اللي قدمتوا لينا في مجلس المستشارين في الميزانيه الفرعيه تكلمتوا على 8 المليون و300 و637 الف تلميذ اللي كاين اليوم في المدرسه العموميه، منها 3 المليون و507 الف تلميذ في الباديه في القريه. الى جينا نحسبوا وبالمشروع اللي عطيتوه في البرنامج ديالكم انكم غديروا 30 مدرسه هذا العام، معنى انه المعدل هو 30 مدرسه جماعاتيه في كل سنه. الى مشينا بهذا المعدل وخدينا 3 المليون مقعد اللي كاينه اليوم في العالم القروي وقسمناها على المعدل ديال 100 مقعد اللي كاينه في كل مدرسه جماعاتيه، معنى اننا خصنا 1166 سنه باش نكونوا درنا العمليه ديال التعميم ديال المدارس الجماعاتيه. تنظن غادي نكونوا خلفنا الوعد مع الزمن ومع المشروع ديال التنميه اللي كنا كنتكلموا عليه. اليوم الى عاود رجعنا لنفس المعادله الرقم، السؤال اللي غنطرح اليوم القضيه ديال هذه المدارس الجماعاتيه كيفيه اختيار المواقع ديالها اللي كاينه اليوم. لان هذا الاختيار ديال المواقع الجغرافيه هو اختيار استراتيجي، الا ما اخترناش موقع اللي هو مزيان ما تنظنش ان المدرسه الجماعاتيه غادي تنجح. اليوم واش مازال الاعتبارات ديال هذا نختاروا الدوار ديال الرئيس وديال الاغلبيه وديال هذا، اولا عندنا معايير موضوعه خاصها تحطها الوزاره باش ملي يكون شي اختيار يكون اختيار صائب، لان هذيك ما تنظنش كاين شي حل اخر عندنا اليوم للخروج من هذه الازمه اللي كتعيشها اليوم المدرسه في العالم القروي الا لانه الدري اليوم في المدينه ولا في هذا عنده الاختيار انه يمشي للتعليم الخصوصي، ولكن في الباديه ما عنده حتى شي خيار. واش هذه المدارس الجماعاتيه اليوم انا كاين اللي كيهضر اليوم على مجموعه يهضروا على المرافق الصحيه، غنسول اليوم على القضيه ديال التدفئه، واش المدارس الجماعاتيه فيها التدفئه؟ الناس اللي كيكزوا بالبرد واش يقدروا يقراوا؟ هادو هادشي هادي الامور اللي خصنا نطرحوا اليوم، كذلك نطرحوا المساله ديال الانترنت، ذاك النهار راه تسدات علينا مضطرين للبعد نقراو عن بعد، والتلاميذ ديالنا اضطروا انهم يقراو عن بعد، كيفاش غادي نديروا اليوم؟ واش حنا كنجهزوا هذه المدارس الجماعاتيه بالاليات الحديثه للمواكبه؟ لان قلنا بغينا تلميذ تكون يعرف الرقمنه، وتلميذ اللي يكون يعرف الحساب، وتلميذ اللي كيكون تيعرف القراءه ويجيد اللغات ويجيد الحساب، واش هذا الشيء يمكن لنا نوفره اليوم في هذه الظروف اللي تتعيشها المدرسه العموميه في العالم القروي؟ لانه حتى المبالغ اللي كتصرفها الوزاره اليوم راه فيها حيف كبير، الا جينا لانه نفس المعادله في اطار مدرسه ديال تكافؤ الفرص، فينا هي تكافؤ الفرص ما بين التلميذ اللي كاين في المدينه والتلميذ اللي كاين في الباديه؟ الا كانت الميزانيه كيديوها ثلاثه الاربع ديالها كتديها المدينه والباديه ما كتاخذش الحصه ديالها، وعليهم انه راه هذاك التلميذ وهذاك التلميذ، ومفروض انهم ياخذوا نفس الحساب ونفس العمليه ياخذوا نفس الحق في التعليم. شكرا.